بونجور، النهاردة سوف أحكي لكم عن حكاية الدب الصغير ووالدته بعنوان أهلا يا أمي. من يوم ما كان الدب الصغير في المنزل وسمع صوت المفتاح، ثم قال أمي. رغد رأيها أمه ثم قال لها ماما ونط على إيدها وقال لها النهاردة كنت حكيم جدا، ثم أخذ لها الحقيبة وقالت والدته إنه ثقيل عليك، ثم خلع لها معطفها وقالت والدته ما تستطيعش، وأحضر لها الشباط المنزلي وقالت له النهاردة سوف تقعد في البيت. وقال لوالدته والدتي هل حضرت لي شيء النهاردة؟ وأم الدب الصغير قالت تعال يا ابني، تعال يا دب الصغير في حضني، أعطيني حضن كبير. والنهاردة خلصنا حكاية الدب الصغير ووالدته، ونشوفكم في مرة جاية.